صوت مأذنة البنفسجي مليء بالحزن بعد يومين داميين في مخيم قلنديا. الاحتلال محتل وعدو للحب، يسرق أفراد العائلة فلا يترك فرحة بيت تكتمل. محمد مناصرة كفن بدمائه بعد إصابته بشظايا قنبلة فجرها جنود الاحتلال باب منزل عائلته، لتصيب الشظايا أيضاً ملامح أمه وتجرح سكينتها. أنا قاعده هان وهو هان بالضبط، اطلع عليه بلكي هناك هي كاينة الضربة جيت بركبته، وبعدها فاتوا الجنود يعني بكل انت تعال فوتني جوا، بكل طيب ابني اللي على الأرض، بكل فيش إشي وفوتني وحطني في الغرفة جوا ودشروا ينزف على الأرض وما كربوا، يعني أنا زي ما فتت يوم فتت شفت بكى مرمي، يوم طلعت نفس الرمي اللي بكى فيها، يعني ما كربوا عليه ولا حاولوا انهم يسعفوه. عبد الله اللي اعتقلوا عمره 25 سنة، وعندي ابني الكبير كمان أسير له 10 شهور. مرت سنة واحدة على زواج الشهيد محمد من شقيقة الشهيد محمد جبريل رمانة الذي استشهد منذ شهرين فقط، ليغمق الجرح الذي لم يندمل بعد في قلب شقيقة وزوجة الشهيد. متجوز له سنة له، وفى السنة بشهر 9، وقاعد بجهز في بيته بده ينكل عليه، يعني أخوه اللي انحبس هو اللي قاعد بجهز له، بترش له بسوي له ديكورات وكل شيء. محمد ربي عنا في البيت من أرقى الشباب اللي شفتهم بحياتي، الكل كان يحبه، أخلاقه عالية جدا، يحب يمازح الجميع، يخدم الجميع، ما عمره أذن لي. سمع التوفيق في المخيم وغير المخيم، الكل بحب محمد مناصر. ترك فينا الوجع الكبير، كأنه ربنا لما بيصفي الشهداء بيصفي أصحاب القلوب الحنونة، أصحاب البسمة، أصحاب الدم الخفيف، عشان لما يرحلوا من الدنيا يترك وراهم الأثر الطيب، ونضل بشوق للقائهم يوم القيامة. لحق الشهيد محمد مناصرة بقافلة الشهداء، كما انضم بالأمس الشهيد علي علقم من مخيم قلنديا. تلك القافلة تأخذ معها كل يوم مئات الشهداء في غزة والضفة بفعل إرهاب الاحتلال.